منتدى شباب العالم كلنا تابعنا، يمكن حتى يعني قبل بداية المنتدى بأيام كان فيه ورش، والورش الحقيقة كانت مهمة جدا لأن كان فيها الشباب بيتناقشوا عن أشياء وموضوعات هامة، منها كان في ورشة خاصة بريادة الأعمال. والحقيقة فكرة ريادة الأعمال فكرة مهمة جدا، لأنه مش بالضرورة كل الشباب مثلا هيشتغلوا في شركات مثلا عالمية أو هيشتغلوا في مثلا مؤسسات حكومية، لكن دلوقتي فكر الشباب اتغير، فبقى في يعني أشياء مهمة جدا، في مشروعات صغيرة، في فكرة إنه شباب يعملوا شركات صغيرة، والحقيقة الدولة المصرية في الداخل بتشجع على هذا جدا، تهتم قوي بسوق العمل وتحفز الشباب محليا على إنه يفكر في سوق العمل حتى قبل اختيار دراسته للكلية، علشان لما يدرس حاجة يقدر يلاقي سوق العمل المناسب ليه. وده كان موجود الحقيقة في منتدى شباب العالم كمان، لأنه العالم متغير، العالم مش زي مصر، فبالتالي كانت المناقشة يعني عالمية، وكان فيها فكر بإنه الشباب إزاي يكون عندهم ريادة أعمال، وإزاي يقدروا ينفذوا مشروعات ممكن فعلا تفيدهم وتبقى شبه المشروعات في كل أنحاء العالم. الحقيقة توصيات منتدى شباب العالم للهجرة كمان أطلقت بقى بعدها مبادرة مهمة جدا، وإحنا عارفين إنه الحقيقة يعني الوزيرة وزيرة يعني الوزيرة بتاعتنا نبيلة مكرم، وهي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين، دائما نشيطة ودائما تبحث عن كل ما يفيد سواء مصر أو الشباب، فأطلقوا مبادرة مهمة جدا شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة. احنا عارفين انه كان في عدد كبير جدا من افريقيا باعتبار مصر دولة افريقية، فكان في عدد من الأفارقة كمان موجودين في مصر، وافريقيا الحقيقة سوق هايل جدا للاستثمار. اعلنت كمان السفيرة نبيلة مكرم الحقيقة زي ما قلت طبعا بانها عن اطلاق مبادرة شباب رواد الاعمال للمصريين بالخارج والأفارقة، تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم بتنسيق مجموعات مشتركة كمان مع الشباب الأفارقة لدعم الشباب من رواد الأعمال سواء في مصر أو أفريقيا، علشان كمان تصبح كمان ده أول تجمع لرواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة. نشاط دايما وفي دأب دايما. خلينا ناخد هذه المداخلة مع سيادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا. يعني معالي السفيرة، الحقيقة أنا دايما ببقى سعيدة بكل مبادراتك وعملك الدؤوب طول الوقت، كلمينا عن هذه المبادرة. أشكرك يا أستاذة شفقي. الحقيقة يعني زي ما حضرتك ذكرتي موضوع ريادة الأعمال، إحنا عندنا الكثير من شباب المصريين في الخارج الحقيقة ابتكروا وتم تسليط الضوء حتى عليهم من خلال الشركات والمشروعات الصغيرة اللي بيعملوها في الخارج، واللي بتبقى لينا الحقيقة مصدر فخر، وكان آخرهم مصطفى أنديل في دبي لما أسس شركة سويفل، والحقيقة الشيخ محمد حاكم دبي يعني كرموا التكريم اللائق، ونزل مصطفى وأيضا تشرف بمقابلة دولة رئيس الوزراء. الحقيقة أنه طبعا طبقا لتوصيات المنتدى وسيادة الرئيس، الحقيقة كان من ضمن هذه التوصيات اللي أعلنها في ختام منتدى شباب العالم ضرورة الانفتاح في القارة الأفريقية، خاصة في المشروعات الصغيرة والقطاع الخاص، تماشيا برضو مع يعني اتجاهات الدولة المصرية. لما خلصت مؤتمر الشباب، طبعا كان عندي لقاء على هامش هذا المنتدى مع شباب المصريين المشاركين داخل المنتدى، وكلمنا على فكرة انه وزارة الهجرة اشتغلت مع شباب المصريين في الخارج الجيل الثاني والثالث، شباب الدارسين، انما في شريحة كده لسه لم يتم التعامل معها، وهي شريحة رواد الأعمال من الشباب في الخارج. وبعدها بعد انتهاء المنتدى كنت أيضا في لقاء مع مجموعة من الشباب الأفارقة من رواد الأعمال اللي نزلوا مصر مع خبيرة مصرية من جامعة MIT بالولايات المتحدة الأمريكية، وكلمنا إزاي إن إحنا ندمج شباب الأفارقة من رواد الأعمال اللي قابلتهم الحقيقة في هذا اللقاء من زامبيا ومن رواندا ومن غانا ومن إثيوبيا مع رواد أعمال من المصريين في الخارج. الحقيقة تبادل خبرات،
مزيد من الاستثمارات والمشروعات المشتركة زي ما حضرتك ذكرتي. فكر الشباب الجديد ده إن شاء الله هيخلينا نفتح على أفاق جديدة في التعاون ما بين شباب المصريين في الخارج وأيضا الشباب الأفريقي. ده شيء جميل الحقيقة جدا، وأنا الحقيقة يعني يمكن هذه المتابعة السريعة جدا من حضرتك ليه والمبادرة السريعة. طيب يعني عايزين نعرف منك الخطوات الأولى هتبقى عاملة إزاي؟ يعني إيه اللي هيتم؟ هل في خطوات هيتم التنسيق فيها؟ يعني الشباب الأفارقة وخصوصا أن أفريقيا هي يعني قارة مليئة بالاستثمارات، وبرضو في بيننا وبينها يعني كثير من الظروف اللي ممكن تكون فيها تنسيق سريع، هل في خطوات هتبدأ يعني قريبا جدا؟ احنا بدأنا الحقيقة النهاردة يا أستاذة شفقي بإعلان هذه المبادرة وبوضع كمان استمارة تسجيل بأسئلة معينة للرواد الأعمال من المصريين في الخارج عشان يبتدوا يسجلوا بياناتهم وأيضا يسجلوا إذا كان مشروعاتهم الصغيرة أو ابتكاراتهم في الخارج وأعمالهم بالتأكيد. ومن خلال المجموعة اللي أنا قلت لحضرتك عليها اللي أنا قابلتها، مجموعة الحقيقة يعني مبشرة جدا من الشباب الأفريقي اللي كان هنا بيزور مصر، وكنا قعدنا أو نظمنا زيارات لشركات قطاع خاص وأيضا حكومة، قدروا ان هم يقابلوا المسؤولين فيها. الحقيقه لما كلمت معاهم وكنت عايزه اعرف نتائج هذه الزياره اللي نظمناها لهم، بالتاكيد كنت فخوره بالانطباعات الايجابيه اللي من رواد الاعمال الافارقه كلموا عليها. وعلشان كده قلنا انه بعد تسجيل المصريين في الخارج هنبتدي هم كل واحد في دولته هيقدر يعرفني على رواد الاعمال، ومن خلال كمان الصناعات البسيطة والصغيرة والمتوسطة والمشروعات اللي بيعملوها نقدر ان احنا نجيب اقرانهم من المصريين في الخارج او حتى اقرانهم من مصر نفسها يعني داخل طبعًا مصر طبعًا ونقدر طبعًا كمان ان احنا نفتح هذا الباب من التعاون. بالتاكيد انه هبتدي زيارات ايضا في القاره الافريقيه لدولهم، لانه كان موجود ممثلي عند رواندا زي ما قلت لحضرتك، زامبيا، نيجيريا، غانا، والحقيقه كلهم رحبوا ان انا اجي هذه الزياره عشان نبتدي ان احنا نشوف من كل دوله الصناعات او المشروعات الصغيرة اللي هؤلاء الشباب من رواد الأعمال الأفارقة عملوها، ونجيب اللي مثلها سواء من المصريين في الخارج أو حتى من اللي عايز يشارك. وكان على فكرة موجود من رواد الأعمال المصريين في هذا اللقاء اللي اجتمعت بيها ومع الأفارقة. أعتقد أنه هيبقى مجهود رائع جدا، لأنه كمان يعني إحنا عندنا مشروعات صغيرة كثيرة جدا الشباب بيقدموها. يعني أنا يمكن بالأمس امبارح في التاسعة ففي يعني رائدة أعمال من أسوان بتعمل مثلا شنط وحقائب من جريد النخل، فتخيلي يعني هي موجودة في أسوان، وده ممكن يكون موجود حاجات شبيهة في أفريقيا. فلو تم تعاون ما بين مثال زي ده ومثال في أفريقيا أو خارج مصر، أعتقد ممكن تبقى فيه مشروعات صغيرة ويبقى فيها شكل الدولية أو العالمية والشباب يستفيدوا ويبقى فيه تبادل رائع جدا. الحقيقة هو ده المقصود يا أستاذة شفقي، إنه المشروعات الصغيرة اللي السيدات كمان بتعملها. وطالما حضرتك ذكرت يا أسوان، أنا تشرفت إن أنا أكون موجودة مع فخامة الرئيس في زيارته الأخيرة لأسوان والافتتاحات الحقيقة في صعيد مصر، وحرص الرئيس إن هو الحقيقة يقابل السيدات القائمات على مشروعات صغيرة اللي حضرتك ذكرتيها، الشنط من حقائب جريد النخل، والحقيقة يعني حاجات جميلة من منتجاتهم شفناها. لا وتخيلي حضرتك لما جريد النخل يتكتب عليه جريد النخل المصري، يعني ده برضو بيديله زي ما بنشوف مثلا القطن المصري بيبقى موجود بره او الحاجات المصريه موجوده بره، فاعتقد ده برضو بيدي كده قيمه كبيره جدا لمصر حتى ولو كانت صناعات صغيره او مشاريع صغيره. أو تحديدا زي ما حضرتك ذكرتي الشنط كانت فيه موجودة يعني شابة من نيجيريا كانت برضو جايبة نماذج من الشنط اللي هي عاملاها في طبعا نيجيريا، وأنا اتكلمت معاها إن احنا عندنا كمان من السيدات، وأكيد حضرتك شفتي معرض تراثنا ومعرض طبعا حاجة رائعة، كان عندنا الكثير من المنتجات وكانت بتتم تحت رعاية فخامة السيد الرئيس. فبالتأكيد أنه لما كمان نبتدي نشتغل مع رواد الأعمال من الأفارقة
في هذه المشروعات نقدر ان احنا بالتاكيد نفتح افاق للانفتاح على القاره الافريقيه من شباب المصريين في الخارج ومن شباب رواد الاعمال ايضا من الافارقه. أكيد كل التوفيق إن شاء الله، ونتابع مع حضرتك دايما كل هذا النشاط والتوفيق، ونبقى متابعين كل الأعمال بإذن الله. السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.